ناقش فيها. محمد آل مسعود السؤال لك برضو بسم الله خلال 30 ثانية إن شاء الله تجاوب عليه. يقول سؤال: ما وظيفة المخيخ في الجسم؟ الذاكرة والتفكير، التوازن أثناء الحركة والمشي، التحكم بالجهاز العصبي. هذا أذكره في البراين جاء. خمسة عشر ثانية. بسم الله. التوازن أثناء الحركة. التوازن أثناء الحركة والمشي. الإجابة صحيح. برافو محمد المسعود. حبيبنا. عبد المجيد طويرش السؤال لك. من مخترع خيوط الجراحة المعدنية؟ كريل، فرانس بلس، ويليام هانا. من مخترع خيوط الجراحة المعدنية؟ عشر ثواني عبد المجيد. فرانس. صح عليك. فرانس وبرس الإجابة صحيحة. برافو محمد عثمان. السؤال السادس والأخير لك ب900 ريال إن شاء الله تكون من نصيبك يا رب. كيف يتغذى الجنين في بطن أمه؟ عن طريق الحبل السري. والحمد لله الحبل السري. الإجابة صحيحة. برافو برافو محمد عثمان. عبد المجيد الفوزان السؤال لك برضو خلال 30 ثانية. ما شاء الله ما شاء الله. مرض أهلك نصف سكان أوروبا في القرن الحادي عشر فما هو؟ الإنفلونزا، الكوليرا، الطاعون. الإنفلونزا، الكوليرا، الطاعون. حذف إجابتين كمان. حذف إجابة رقم واحد. حذف إجابة رقم واحد. الفلوزة الطاعون. الطاعون. عبد المجيد فوزان. الإجابة صحيح. برافو برافو سالم الخنفري. السؤال الأخير لك كمان. يقول السؤال: ما أقصر عظمة في جسم الإنسان؟ الركاب بالإذن. الركاب بالإذن. الإجابة سالم صحيح. برافو عليك سهل. عمر الملحم السؤال لك والأخير: ما هو مرض البوليو؟ شل الأطفال، الجدري، يصيب فروة الرأس. أدلنا النساء. شل الأطفال. شل الأطفال. إجابة صحيحة. برافو يا عمر. بندر العلي السؤال لك برضو خلال 30 ثانية. السؤال الأخير. ما وظيفة كريات الدم الحمراء؟ تقوم بالدفاع، تنظم مسار الصفائح، تنقل الأكسجين للجسم. تنقل الأكسجين للجسم. تنقل الأكسجين إلى الجسم. هذه إجابة بندر علي. الإجابة الأخيرة صحيحة. برافو تستاهل بندر. حلو. ننتقل لفارس الشيري. ويارا على فكرة ترى مو موجود السؤال هذا. طيب نشوف فارس برضو الإجابة. والله كلنا نشوف. يقول سؤال: ما هو مرض هنتينغتون؟ يصيب النخاع، يصيب الدماغ، يصيب الأمعاء. مبسوطين يعني أنت علي ولا كيف؟ لا والله لا. هو ماني داري لين دحين. مرض هنتينغتون. إيش اسمه؟ هنتينغتون. إيش اسمه؟ هنتينغتون. لا حد في جاب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. لا يبقى لك الدماغ ولا النخاع. أجل وش حجينا له كلها في نفس الزاوية. 20 ثانية. شوف الدماغ فيه النخاع فهنت أقول ما يسيب حاجة كبيرة، يسيب حاجة صغيرة. فهمت؟ فنقول النخاع. النخاع. الإجابة فارس. الإجابة خاطئة. معوض خير حبيبي فارس. ننتقل لعبد الله بن دفنة. ثاني مرة لا تحلل. الله يتحلل كأنها الدكاترة. يقول السؤال: ما هو الاسم العلمي الذي يطلق على المياه الزرقاء التي تصيب العين؟ التراخوما، الكاتركتا، الجلوكوما. والله إني قريتها.
أنا قريتها لكن وش هي؟ أجين أجين؟ ما هو الاسم العلمي الذي يطلق على المياه الزرقاء التي تصيب العين؟ الترذومة، الكراكونكا، الجوكوماما. والله إني قريتها. أجلوكوما مو جوكوماما. ما في شيء. أجل هي إنزين خلها. ما اسمه؟ لا أي واحدة؟ صبر ترخومة. أجل كرانة. الترخومة هذه إجابته؟ الإجابة؟ أنا ما سمعته. لا والله أنا جاوبت والله لكن بيني بينكم سمعت شيء كلماتكم تقول أيوة سمعت كلمة غيرت. أنا سمعنا أول إجابة لو ترخومة. لا أنا سمعت أنا سمعتها حنا. أنا قلت هي. طيب. وحتى هم اختاروها وبعدين غيروا. يوم قلتها الشباب انت سمعت اول جواب اللي بدفنا اول ما التاني. سمعوها هي واختاروها ترى ما اسمع دقيقه متاكد من ذي الكلام سمعت وشو الكنترول سمعت الجلوكوما او طبعا شوف قبل ما يقولوا لي انا قلت لك هي الاخيره قبل ما يقولوا لي شباب شفت الشوشره هذه في النهايه ينظر خوينا على الفاضي طيب صحيح اكدوا لي شباب حيتاكدون ياكدون نرجع لك اخترتها بعد عبد الرحمن انا قلت انت اللي قلتها بعدين شفت مختاروها الجلوكوما قال الجلوكوما قالوا يقول الإجابة الأولى عشان ما نشوش يا شباب نحرص نحافظ على الصمت لين ما جاوب عبد الرحمن زايد السؤال لك إيه زين سووا لنا على أخضر عشان أرتاح لا خلاص راحت عطوا أخضر عطوا لنا أخضر يستاهل يستاهل طيب عبد الرحمن زايد السؤال لك برضو خلال 30 ثانية ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقصه لمرض العشاء الليلي فيتامين ألف واللهم لك ألف اللهم لك الحمد اللي جابه صحيح برافو صالح الزهيري برضه يقول السؤال ما أول مرض تمت الوقاية منه بالتطعيم الحصبة الجدري السل ما هو موجود طيب جاوب الحصبة ما اسمعك الحصبة حصبة الحصبة اتوقع جاه تقريبا طيب ليش ما تحدث الاجابه للاسف خاطئه صالح زهري ان شاء الله معه بخير محمد زهري موجود السؤال والله ما هو موجود الاخير الجوله السادسه يلا يا رب يا رب يقول السؤال ما هو العنصر الذي لو وجد بالحليب الحديد الحديد ما شاء الله ما شاء الله طيب فليب الخمشي يقول السؤال حسن راح يصار له في شيء ما هو الفيتامين الذي تعطيه اشعه الشمس للجسم اي سي دي ابو فيصل دائما نطلع متشمس يا ابو فيصل دي 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 الاجابه فليب الخمشي طبعا صحيحه برافو آخر سؤال في الجولة السادسة والأخيرة سعد السبيعي إن شاء الله تجاوب عليه وختامها مسك إن شاء الله يقول السؤال مرض الدرن مرض معدي ومزمن فماذا يصيب الرئتين 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 الإجابة يا سعد السبيعي صحيحة شكرا شكرا لكم شباب أعزائي المشاهدين ولكم هنجيها لتي الماء شكرا الشباب طبعا احنا قدمنا خدمة للمتسابقين اللي هو الأسئلة حتكون من البرايمات وكذلك مسابقة زد رصيدك نفترض لو واحد جاء سؤال خارج هالنمط راح نعوضه بسؤال أمر رهين بس بعد ما نتأكد هل هو السؤال خارج اللعبة ولا لا لكن شكرا الآن في المسابقة لكن هذا اليوم آخر يوم وداعية جميلة للشباب وغدا الحفل الختامي راح يقدمون أبريتات وكذلك مشاركات جميلة حتكون في تمام الساعة 8:30 بانتظاركم غدا مع الجميع المبدعين تألقوا مسيرة رائعة الآن خذوا راحتكم ونتفاهم معكم الآن عندنا فريق قاعد يشيك الآن ونبلغ لكم خلاص مو جيد الساعة 1 خذوا راحتكم يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كل يوم نعيش وطنا يلا 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 زد رصيدك يلا يلا يلا